على مشارف ساحة التحرير في قلب بغداد تصبح تاء التأنيث ثائرة لها محل مشرف في ثورة تشرين. حشود من المتظاهرات العراقيات خرجن إلى الشوارع في مسيرة نسوية كبيرة، وهتفن بصوت عال موحد المجد والخلود لشهدائنا والنصر المؤزر لشبابنا الثائر. نحن بناتك يا وطني لم نلتفت للأصوات التي تحاول إسكاتنا، فصوتنا ثورة. بهذه الهتافات والأهازيج وصلت الحشود النسائية إلى ساحة التحرير. نصف المجتمع وجوهره هنا، فلا صوت يعلو فوق صوتهم. من يدعي أن زخم الثورة تضاءل فهو واهم أو مضلل للحقيقة، تقول متظاهرات. الثورة ما تضعف ما دام احنا عندنا أبطال اللي مربطة هنا 24 ساعة، وهاي النساء قدامكم تشوفوهن ما تترك أخواتهم، ما تترك ولدهم. الثورة ما تضعف، والثورة انتصرت من أول شهيد اللي وقع هناية. الثورة باقية وتستمر وأقوى وأقوى من السابق، لأننا نحن الآن لدينا خبرة في الثورات. نحن كنا قبل نقدر نقول أنه نحن كنا عفويين، الآن نحن منظمون وأكثر قوة وأكثر اتحاداً، لذلك الثورة لا تموت. إحدى المتظاهرات أوضحت أن العراقيات خرجن ليشاركن الشباب أحلامهم وتضحياتهم الجسام منذ انطلاق ثورة تشرين. ما يخوفنا لا خطف لا موت، احنا تواجدنا من بداية المظاهرات وإلى هذه اللحظة احنا وياهم خطوة بخطوة، فعاد نشاركهم الموت والخطف. ألا تهابي الموت فأنت حتما عراقية، فتحدي أحزاب السلطة ورموزها بدا واضحا في العرس النسوي هذا. المرأة العراقية كل الشجاعة وما تهاب الموت، والدليل احنا هنا من بداية الثورة، من أيام ما كان القصف هنا فوق راسنا، وما نخاف، الثورة بعدها باقية وما تنتهي إن شاء الله إلا نحقق مطالبنا. متظاهرات أخريات فسرن تركيز الأحزاب وأدواتها على التشهير بالمرأة العراقية بهذه الكلمات. الأحزاب لأنهم يخافون من المرأة العراقية ويخافون من ثورتها وقوتها، فأكيد راح يبدون يهاجموها. أي شخص يخاف من شيء يبدي يطعن بي، فأني أرد إنه إحنا قويات وموجودات بالساحة رغم أعرف كل واحد. ينقلون نظرة سلبية لبعض الناس على المتظاهرات تحديداً، فإحنا هذا الشيء يعني نريد نكسر هذا الحاجز، نريد خليه يجون يشوفون المتظاهرات الحقيقيات اللي موجودات والمرالطات داخل ساحات الاعتصام اللي تاركين أولادهم وبيتهم وأهلهم، إنهم هذا يقدمون خدمة لأخوتهم وللشعب العراقي. تظاهرات بغداد النسائية تحدت كل أشكال القمع والترهيب الميليشياوي، ووجهت من ساحة التحرير رسالة إلى الشباب الثائر مفادها بأن لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى.